السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور عبد الله محمد عبد الله، دكتور في الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة ببنها جامعة بنها. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هنتكلم على رابع محاضره لينا في الكورس بتاعنا اللي اسمه Strength and Testing of Materials. النهارده باذن الله هنتكلم على الستريس ترانسفورميشن. في محاضره النهارده باذن الله اول حاجه هنتكلم عليها الانترودكشن، بعد كده هندخل على البريبيرنج تو ورك ويز ستريسز، وبعد كده هنتكلم على الستريس ترانسفورميشن، وبعدين رابع حاجة هنخش على الاكستندنج اوف ستريس ترانسفورميشن تو بلين ستريس كونديشنز، وبعد كده هندخل على displaying the effects of transformed stresses، ازاي هنعمل displaying للإفكتس دي، وسادس حاجة هندخل على البرنسيبال ستريسز، هناخدها بالتفصيل بإذن الله، وهناخد طريقة لتسهيل الحل أو حل البرنسيبال ستريسز باستخدام مور سيركل. هناخد مور سيركل فور بلين ستريس. بسرعة جدا هندخل على أول حاجة اللي هي الانترودكشن، هنتكلم عليها بسرعة جدا. بنقول in design to verify that a member should be able to support the desired load while performing, you need to محتاجين ايه علشان نتأكد ان الممبر اللي احنا مصممينه ده هيستحمل اللود اللي مطبق عليه. هنحتاج ان احنا نعرف know the maximum stress the load cause، اعلى stress اللود ده بيعمله على الستركشر بتاعي او الممبر بتاعي. تاني حاجة هنتأكد that these maximum values in the maximum values دي are less than what the material of the object is able to support، هي اقل من ان اقل من ان الماتيريال بتاعتي تستحمله. تمام. طبعا عمليا the direct stresses from loads aren't necessary the maximum stresses that an object feel، يعني لو في جسم متطبق عليه external loads، الاكسترنال لودز دي احنا بنقعد نحسب لها طبعا بيور نورمال ستريس، بنحسب لها مثلا تنشن كومبريشن، اقصد يعني بنحسب لها بيندنج، او بنحسب لها شير زي البيور شير او تورشن او ترانسفيرس شير. كل الحاجات اللي احنا بنطلعها دي مش لازم تكون هي دي الماكسيموم ستريسز، هي ليها قيمة فعلا، لكن ممكن يكون في مكان تاني في الماكسيمم ستريسز، مش في الكروس سيكشن اللي انا قطعته وحسبت عنده الايه الستريسز. ففي المحاضرة دي بإذن الله هنعرف يعني ايه الماكسيمم ستريسز وازاي نحسبها وفي انهي اتجاه او في انهي زاوية. تاني حاجة هنتكلم في preparing to work with stresses. زي ما خدنا قبل كده في حاجة اسمها Free Body Diagrams، بنرسم الكيس بتاعتنا بأسهل طريقة، تمام، ونحط عليها الفورسز اللي موجودة عندنا ونطلع السبورت رياكشنز والكلام ده. برضو هنا بقى هناخد حاجة جديدة اسمها Stress Block Diagram. Stress Block Diagram ده هنسميه برضو Stress Element، هو عبارة عن كيوب، الكيوب ده الويدث بتاعه دي اكس، الهايت بتاعه دي واي، والديبث بتاعه دي زد. الكيوب ده لو جيت تبص له في فيس من الفيسز بتاعته فهيبقى سكوير، ماشي. لو اتكلمنا على كيس زي البلين ستريس فنقول سكوير فور بلين ستريس اور ان بلين ستريس سيتويشن، عندك اول ستريسز ويز ريسبكت تو وان اوف ذا كارتيزيان دايركشن بزيرو، زي ما قلنا قبل كده في موضوع البلين ستريس. تمام. بنقول برضو اللي هو الستريس اليمنت او الستريس بلوك دايجرام ده indicates the magnitude and direction of all normal and shear stresses acting at single point on the cartesian x y and z planes. تمام. الستريس بلوك دايجرام ده او الستريس اليمنت بيتحدد عليه الماجنتيود والدايركشن بتاع كل النورمال ستريسز وكل الشير ستريسز، تمام، عند نقطة معينة. طبعا
طيب يعني ايه البيزك ستريس ستيت او الستيت اوف ستريس؟ الستيت اوف ستريس دي هي ان احنا بنشوف الستريسز اللي هي موجوده في الاوبجكت بتاعي في الجسم بتاعي ديو تو الاكسترنال لودز، ودي الحاله الطبيعيه جدا. تمام، فبنقول الستيت اوف ستريس دي الكومباينيشن اوف نورمال اند شير ستريسز ذات ديفاين اول ذا ستريسز that act at point within the object. اللي احنا حسبناهم قبل كده طلعناهم في ماتريكس وقلنا ان في ثلاثة normal stresses اللي هي السيجما اكس اكس وواي واي وزد زد، وفي ثلاثة shear stresses اللي هو التاو اكس واي وواي اكس اللي احنا قلنا بيساوي بعض، والتاو اكس زد والزد اكس وهكذا. تمام، فعندي 3 normal stresses و 3 shear stresses، دي اللي هي بتبقى موجودين بيبقوا موجودين في الجسم عادي جدا، دي اسمها الستيت اوف ستريس. فبنقول ان الستريس ستيتس اون ستريس اليمنت بيبقوا انفاينايت نمبر، يعني ممكن اشكال بالهبل، يعني ستريسز موجوده، يعني ممكن تلاقي سيجما اكس اكس وواي واي ومفيش زد زد او وهكذا، يعني في اشكال كتير جدا ليها. تمام، او في ستريسز مختلفة كتير جدا ممكن تبقى على الستريس اليمنت بتاعي. تمام، لكن اشهر ثلاثة state of stress او stress state بنقول three states of stress appear frequently، بيبقوا موجودين كتير جدا، الا وهم ايه بقى؟ اول حاجة اليوني اكسيال stress state، دي مشهورة جدا. تمام، شكل معين من الستريسز وهنتكلم عليه بالتفصيل السلايدز الجاية. تاني نوع اللي هو البلين ستريس، وتالت نوع اللي هو تراي اكسيال ستريس ستيت. تمام، اول حاجة نتكلم على اليوني اكسيال ستريس ستيت، بنقول ان الستريس اليمنت بيبقى subjected to stress in a single direction، الستريس اليمنت بتاعي بيأثر عليه ستريس في direction واحد فقط. زي ايه؟ زي الشكل ده كده، ده اليوني اكسيال ستريس اليمنت اللي هو المربع اللي احنا شايفينه ده، وطالع منه ستريسز من ناحيتين طبعا عشان ايه؟ الايكوليبريوم. تمام، في دايركشن واحد فقط اللي هو الاكس دايركشن، فبنسميها سيجما اكس اكس من ناحيتين. تمام، اكزامبل لحاجه زي كده اللي هي ايه؟ الروبس اور سيمبل كولومز، الحمال لو في اي حبل ماسك اي حاجه، او في سيمبل كولومز فبتتحل بطريقه اليوني اكسل، او بنعمل لها ريبريزنتيشن كستريس اليمنت كايه؟ يوني اكسل ستريس اليمنت. تاني نوع عايزين نتكلم عليه اللي هو البلين ستريس ستيت، فبنقول في البلين ستريس ستيت الستريس element بيبقى subjected to stresses on no more than two cartesian planes of the stress element. يعني زي ايه؟ بيبقى عندي اولا الستريس element بتاعي اهو، تمام، وعشان يبقى plane stress فلازم يبقى الستريسز اللي مأثرة على الستريس element دي بالشكل ده، عندنا sigma xx وعندنا sigma yy وعندنا، يعني دول الاتنين دول normal stresses. تمام، وعندنا تاو اكس واي بالشكل اللي احنا شايفينه ده على كل فيس، فبنقول ان احنا عندنا تو نورمال ستريسز اللي هما السيجما اكس اكس والسيجما واي واي، وعندنا وان شير ستريس لان احنا اثبتنا قبل كده ان التاو اكس واي بتساوي التاو واي اكس، ماشي، وبعدين ده بلين ستريس، يعني عندي الزد التاو اكس زد او التاو واي زد بزيرو. تمام، فدلوقتي بقى عندنا البلين ستريس ستيت على الستريس اليمنت بتاعنا بالشكل اللي قدامي ده كده. تمام، الهوريزونتال سيرفيس لما بنيجي نتكلم على كلمه هوريزونتال سيرفيس فده اللي هو التوب والبوتوم بتاع الاليمنت اللي احنا شايفينه قدامنا، ولو جينا نتكلم على الفيرتيكال سيرفيس فهو الليفت والرايت ايدج اوف ذا اليمنت. تالت اشهر state of stress او stress state موجود عندنا اللي هو triaxial stress state. في triaxial stress state ده بنقول ان ال stress element is subjected to three normal stresses
بيبقى مؤثر عليه 3 normal stresses, 1 acting on each face, كل face بيأثر عليه normal stress, and at the same time has no shear stress. يعني أساسا الـ stress element بتاعي عليه 3 normal stresses في each face, وكل الفيسز مش عليها أي shear stresses. لو جينا بصينا في الشكل اللي على اليمين ده هنلاقي كيوب, عشان احنا طبعا بنتكلم في 3D في الحالة دي, لأن 3 normal stresses في each face قصدي, تمام. فعندنا الكيوب قدامنا ده هنسميه الستريس element بتاعنا برضو بس في 3 dimension. عندي في سيجما اكس اكس في 1 face والفيس المقابل ليه, تمام, وعندنا سيجما واي واي بالشكل ده كده, وعندنا سيجما زد زد بالشكل ده كده, وما عندناش اي شير ستريسز. هو ده التري اكسيال ستريس ستيت. طيب احنا شايفين ستريسز طالعه من كل فيس من الستريس اليمنت وكده, طيب انهي البوزيتيف دايركشن اللي بنعتبره في كل المسائل بتاعتنا او كل الكيسز بتاعتنا بنعتبره بوزيتيف؟ لو جينا نتكلم الاول على النورمال ستريسز, فخلينا نقول ادي عندي الستريس اليمنت, دايما النورمال ستريسز يكون بوزيتيف لما يكون السهم طالع بره, يعني عامل تنشن على الستريس اليمنت بتاعي, تمام. اول ما بيبقى طالع بره كده فبيبقى بوزيتيف نورمال ستريس, لو هو داخل لجوه او عامل كومبريشن فده بيبقى نيجاتيف نورمال ستريس. طيب بالنسبة للشير ستريس, الساين كونفنشن او البوزيتيف دايركشن بتاع الشير ستريس بيبقى فين؟ فبنقول always act within the plane of the face of a stress element, دايما بيبقى ايه موجود في الفيس بتاع الستريس element, يعني parallel للفيس مش perpendicular زي النورمال ستريس, تمام. زي ما احنا شايفين كده ده الستريس element بتاعنا اللي بيبقى فيه شير ستريس بالشكل ده كده, تمام, على الفيسز اللي موجوده ايه في الجنب, هي دي اللي باينه معايا في الفيس اللي هو قدام, تمام, فدي اللي بتعمل لي شير ستريس. بيبقى عندي اساسا لو كيوب بيبقى عندي في كل فيس بيبقى عندي 2 شير ستريسز, فور 3 دي ستريس اليمنت 2 شير ستريسز اكت ان ايتش فيس اند ان ديفرنت كارتيزيان دايركشن. يعني لو بنتكلم مثلا في الزد فيس او الاكس واي بلين, فعندي تاو زد اكس is oriented in the x direction, وعندي تاو زد واي is oriented in the y direction. طبعا زد اكس في واي في اكس زد بيساوي بعض, فهتلاقي ايه واحده وقصادها الثانيه, ده اللي احنا بنتكلم عليه, وتاو زد واي وتاو واي زد, فاحنا بنقول عليهم عشان بما انهم ايه ايكوال فبنقول عليهم تاو زد اكس وتاو زد واي فقط, تمام. لكن عندنا البوزيتيف دايركشن بتاع الشير ستريسز على الستريس اليمنت بتاعي بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه قدامي ده, يعني اليمين يعني الرايت والتوب رايحين ناحيه اليمين فوق, والايه والبوتوم والليفت رايحين ناحيه الشمال تحت, تمام. في حاجه بقى مهمه جدا, لو جينا قسمنا الشير ستريسز او البوزيتيف دايركشنز اللي احنا جبناهم للشير ستريسز في السلايد اللي فاتت, فهنلاقيهم عاملين كده, ادي الستريس اليمنت بتاعي ماشي, اللي على اليمين ده هو البوزيتيف اكس, دي الشير بتاعتي على الايه على البوزيتيف اكس فيس, تمام. زي ما احنا شايفين كده ان الشير ستريس ده عاملين قابله هم مع بعض, مع انهم مش فورس هما ستريس, لكن ايه في الاوبوزيت دايركشن زي ما احنا شايفين, دول بيعملوا روتيشن بالشكل ده كده كاونتر كلوك وايز. فلو كان عندي ستريسز في الرايت سايد والليفت سايد, تمام, عاملين كابل كده, تمام, فهو ده البوزيتيف دايركشن في الكاونتر كلوك وايز دايركشن, تمام, ده بوزيتيف كده. طيب إذا كان نفس الستريس إليمنت محطوط عليه شير ستريسز فوق وتحت في الواي فيس, تمام؟ الشير ستريسز اللي موجودين في اللي على الواي فيسز دي, تمام, والأوبوزيت فيس طبعا, تمام, دول لازم يعملوا كابل
في الـ opposite direction بتاع الكابل التاني عشان يعمل equilibrium. يعني بالشكل ده الـ stresses هتلف ازاي؟ clockwise. ففي الحالة دي إذا كان في shear stresses في الـ directions دي في الـ top face والـ bottom face تمام؟ عاملين كابل وبيلفوا في الـ clockwise، فهو ده برضو الـ positive direction بتاع الـ shear stress. فدي حاجة في منتهى الأهمية لازم ناخد بالها أما نيجي نحسب الـ shear stresses إيه على الـ stress element. تالت حاجة عايزين نتكلم عليها اللي هي الـ stress transformation. أول حاجة هناخدها الـ stress transformation for uniaxial stress state. بنقول in design، في الديزاين stress state needed to be determined at a point or orientation angle other than what may be shown on basic stress element. يعني طبعا في أي كيس أو أي مسألة إحنا شايفينها قدامنا وعايزين نحلها تمام، مش لازم إن أنا أقطع مثلا perpendicular على cross section عشان أطلع الـ stresses وكده. قلنا ممكن تكون الـ stresses maximum في direction مش perpendicular، في أي direction تاني oriented بأنجل معينة تمام. وبالتالي في الديزاين stress state needed to be determined at a point and orientation angle other than what may be shown on basic stress element. فعندي مثلا ال state of stress on an inclined plane is dependent on، بيعتمد على ايه بقى؟ لو هو على inclined plane على مستوى مايل، على normal stress of original orientation اللي هو هنسميه sigma xx. ال original orientation ده اللي هو في ال x direction، فالنورمال ستريس في الاوريجينال اورينتيشن اللي هو سيجما اكس اكس، وبيعتمد على الاورينتيشن انجل اللي هي الثيتا. طيب يعني ايه بقى هنعمل ستريس ترانسفورميشن؟ ستريس ترانسفورميشن دي يعني فايندنج ستريسز ات يونيك اورينتيشنز، يعني هنحسب الستريسز بتاعتنا عند زوايا محدده. If a tension member is sliced at an angle theta زي مثلا السكارف جوينت او اي ويلدد جوينت ملحومه مثلا عند انجل مثلا 45 ديجري او اي انجل تانية. طبعا ما دام قطعنا في الممبر بتاعنا لازم يظهر عندي internal forces، فبنقول internal forces develop along the inclined surface to keep the object in equilibrium. لا المره دي بقى احنا مش قاطعين perpendicular على cross section، قاطعين inclined يعني عند انجل معينه تمام. فطبعا هيظهر عندي ايه؟ normal force اللي هي بنقول عليها n، ودي acts perpendicular to the cut plane. perpendicular to the cut plane يعني مش perpendicular على الايه الممبر نفسه، لا على السطح اللي انا قاطع عنده. وهيظهر عندي برضو shear force acts parallel to the cut plane تمام. طيب to calculate the transformed stresses you need to know، محتاجين نعرف ايه بقى؟ اول حاجة الـ orientation angle اللي هي الثيتا، اللي هي الـ orientation of inclined or sloped surface or angle from horizontal axis to axis perpendicular to inclined plane. الثيتا بتاعتنا بداية من الـ x axis، الـ positive x axis بتاعنا. محتاجين نعرف برضو cross sectional area، الـ area of member oriented perpendicular to longitudinal axis of the member not the surface area of inclined plane. يعني احنا محتاجين نعرف الكروس سكشن اريا بتاع الممبر مش الكروس سكشن اريا بتاع الجزء المقطوع بزاويه السطح الانكلايند تمام. تعالى بقى نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده على اليوني اكسيال ستريس ستيت. لو انا عندي ممبر زي ده والممبر ده مقطوع انكلايند زي ما احنا شايفين وعليه external load اللي هي ال B تمام، فطبعا هيظهر عندي internal loads اللي هي ال N normal load وعندي ايه او normal force وعندي shear force اللي هي ال V تمام. طبعا عشان السطح بتاعي inclined فهيبقى inclined ايه بثيتا.
طيب انا عندي اساسا الكارتيزيان اكسس اللي هما الاكس والواي، تمام، لكن بعد ما قطعت انكلايند بسيتا اصبح عندي في اتنين اكسس جداد اللي هما الاكس واحد والواي واحد، تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده انت اساسا الشكل اللي قدامك ده الممبر انت قطعته انكلايند، بس هو الكروس سيكشن بتاعه اساسا هنسميه ايه، تمام. طيب الايه دي هتقفل لنا المثلث اللي موجود تحت ده، تمام، والمثلث ده هيبقى فوق دي الزاويه هتبقى سيتا عشان alternative angle، تمام. وعندي الاي نود دي اللي هو مساحه السطح اللي انا ايه قطعت عليه inclined surface، هنسميها اي نوت. ومن المثلث ده والاي والاي نوت والسيتا ممكن اطلع بعلاقه، العلاقه دي عامله ازاي؟ بقول لكم ساين سيتا بتساوي الاي على الاي نوت، طبعا الاي ده اللي هو ايه الادجيسنت، والاي نوت اللي هو الهايبوتينس. وبعدين بجيب الاي نوت اطلعها بدلاله الاي الاي، فبقول الاي نوت ايكوال اي اوفر كوساين سيتا، ماشي. بعد كده هعمل ايه؟ خلي بالك ان انا لما باجي اطبق الايكويشن اوف ايكوليبريم عشان اطلع الشير وال الشير والنورمال ستريسز وكده، تمام، الايكويشن اوف ايكوليبريم ما ينفعش احط فيها ستريس، لازم احط فيها فورسز لان هي بتتعامل مع الفورسز مش الستريسز. وبالتالي الفورسز اللي انا شايفها قدامي دي اللي هي البي والان والفي، دول انا عايز اشيلهم واحط مكانهم ستريس مضروبه في الاريا عشان يطلع ايه في الاخر ان هي فورس برضه. فتعالوا نشوف هنعملها ازاي. ادي اهو عندي الانكلاين سيرفيس اللي انا قاطعه بسيتا. بص بقى عندي ايه اللي هيحصل دلوقتي، البي دي او اللي نتكلم في الان الاول اللي هي النورمال فورس، هشيلها واحط مكانها سيجما اكس واحد في الاي نود. ايه السيجما اكس واحد دي؟ دي الستريس اللي هي طالعه في الاكسس اللي اسمه اكس واحد، الستريس الجديده، تمام، نتيجه الان اللي هي النورمال فورس. طيب مضروبه في الاي نوت، ليه الاي نوت؟ عشان السطح اللي بتاثر عليه اسمه اي نوت اللي هو الانكلايند سيرفيس اريا، تمام. بعد كده بص الشير، هنشيل الفي اللي هي الشير فورس وهنحط مكانها الستريس مضروبه في الاريا. الستريس بتاعت الشير دي هتبقى ايه؟ تاو اكس واحد واي واحد، لان احنا الشير طبعا بتبقى ايه بارلل للايه للمستوى، تمام، فالمستوى بتاعي اللي هو اكس واحد واي واحد، فتاو اكس واحد واي واحد في الاي نوت. الاي نوت دي برضو مين؟ اللي هي مساحه السطح الايه الانكلايند. طيب بعد كده بص عندي البي شلناها وحطينا بقى ايه الاستريس العادي جدا اللي هو السيجما اكس اكس، تمام، مضروب في ايه بقى المره دي؟ في الاريا. انهي اريا؟ اللي هي السطح اللي مأثر عليه الفورس اللي هي البي دي، ده اسمه A، تمام؟ يبقى سيجما اكس اكس في الـ A زي ما احنا شايفين قدامنا كده في الصورة. طيب دي كلها فورسز، بس انا شلت الفورسز وحطيت مكانها ستريس مضروب في الاريا. دلوقتي ممكن اطبق الايكويشن اوف ايكوليبريم، تعال نبص. بس عشان اطبق الايكويشن اوف ايكوليبريم لازم طبعا ايه اعمل ريزوليوشن للسيجما اكس اكس في الاي. ليه؟ لان انا عايز اجيب الترانسفورمد ستريسز. الترانسفورمد ستريسز دي يعني الستريسز عند الاكسس الجديده اللي هي الاكس واحد والواي واحد، ماشي. فايه عشان اطبق الكلام ده، اي ستريسز كانت موجوده في الاكسيز اللي هي الاكس والواي لازم اعمل لها ريزوليوشن، ماشي الكلام. فلما اجي اعمل ريزوليوشن للسيجما اكس اكس اي المفروض تبقى سيجما اكس اكس اي ساين سيتا وكوساين سيتا. السيتا عندي اساسا تحت زي ما احنا شايفين كده في الصوره، فهيبقى اللي تحت عندي كوساين سيتا واللي فوق اسمه ساين سيتا. دلوقتي بقى بالشكل ده كده اقدر اطبق الايكويشن اوف ايكوليبريم واطلع السيجما اكس اكس بكام. تعالوا نشوف الكلام ده والتاو يعني هنشوف دلوقتي هنجيبها السيجما اكس اكس السيجما اكس واحد بكام والتاو اكس واحد واي واحد بكام. دول اللي احنا بنسميهم الترانسفورمد ستريسز. تعالوا نشوف بيساووا ايه. اول حاجه لو طبقت الايكويشن اوف ايكوليبريم قلت سيجما الفورس في اتجاه الاكس واحد ايكوال زيرو، وهفترض ان الاتجاه البوزيتيف بتاعي اللي هو اللي فوق، فهلاقي عندي
بلس سيجما اكس واحد اي نوت زي ما احنا كده شايفين في الصورة على ايدينا اليمين فوق، ده في البوزيتيف دايركشن اساسا فهنخليه بالبوزيتيف، لكن عندي سيجما اكس اكس اي كوساين ثيتا في الاتجاه المعاكس فهنقول ان هي نيجاتيف، كل ده ايكوال زيرو. هنجيب ده او هنجيب ده في ناحيه وده في ناحيه، او هنعوض الاول بالاي نوت دي هنعوض بيها بالاي على كوساين ثيتا، فهيبقى عندي ايه في الطرفين، هنعمل ايه مالتبلاي باي كوساين ثيتا اوفر اي، فهنشيل طبعا الكوساين ثيتا مع بعضهم والاي هنشيلهم برضه، يظهر عندي في الاخر ان السيجما اكس واحد ايكوال سيجما اكس اكس كوساين سكوير ثيتا، تمام. وهي دي اول ايكويشن ترانسفورمد ستريس في اتجاه الاكس واحد، تمام، بتساوي سيجما اكس اكس كوساين سكوير ثيتا. فده اول مطلوب انا عايزين نطلعه من الايه من السلايد دي. طيب هنطبق برضو الايكويشن اوف ايكوليبريم في اتجاه الواي واحد، ماشي، هفترض ان البوزيتيف دايركشن هو اللي فوق برضو، ده افتراض، لو عكس كده فهنقلب السهم يبقى الافتراض بتاعي متشقلب يعني. فايه اللي عندي موجود في الاتجاه دوت؟ عندي تاو اكس واحد واي واحد اي نوت، ده في الاتجاه اللي هو اللي فوق فهنخليها بالبوزيتيف، وعندي سيجما اكس اكس اي ساين ثيتا برضو فوق فهنخليها برضو بالبوزيتيف، كل الكلام ده بيساوي زيرو، هنعمل معاهم نفس الكلام بالظبط، هنشيل الـ A نوت ونحط مكانها A على كوساين ثيتا بالشكل ده كده، وبعدين أقول multiply by كوساين ثيتا over A، فهطير طبعا A الكوساين ثيتا وهطير الـ A، فأجيب في ناحية تاو X واحد Y واحد equal سيجما X X ساين ثيتا كوساين ثيتا، ماشي، والاتجاه طبعا العكس عشان طلع بالنيجاتيف. وبالتالي احنا جبنا الـ A transformed stresses لليوني اكسيال ستريس ستيت، تمام. دلوقتي بقى هنعمل اكستنشن للكلام اللي احنا خدناه السلايد اللي فاتت، تمام، وهنطبقه على ايه؟ على البلين ستريس كونديشنز او البلين ستريس ستيت، تمام. برضو في ملحوظات محتاجين نقولها بخصوص البلين ستريس ستيت، تمام، لما نيجي نطلع نعمل لها ستريس ترانسفورميشن او نجيب الترانسفورمد ستريسز. فبنقول ان الستيت اوف ستريس اللي هي ترانسفورمد ستريسز اون انكلايند بلين از ديبندنت اون، بيعتمد على ايه بقى؟ اول حاجه على الاوريجينال ستيت اوف ستريس اللي هي سيجما اكس اكس سيجما واي واي تاو اكس واي، ماشي، يعني ترانسفورمد ستريسز بتعتمد على الكلام ده، وبتعتمد طبعا على الاورينتيشن انجل اوف انكلايند بلين، يعني هما بتعتمد على الحاجتين دول الاساسيتين. لكن خلي بالك transformed stresses is completely independent of cross sectional area of inclined plane، ما بتعتمدش نهائيا على الـ A نوت او مساحة السطح اللي احنا قاطعينه او المايل يعني الـ inclined plane. دلوقتي بقى عايزين نطبق الـ stress transformation ده على الـ plane stress state. فده عندي الـ stress element اهو في حالة البلين ستريس، عندي سيجما اكس اكس اهو في اتجاه الاكس من ناحيتين، وسيجما واي واي برضو في اتجاه الواي وفي بالانس، وعندي تاو اكس واي زي ما احنا شايفينها كده قدامنا، وكل دول بنفترض ان هما في البوزيتيف دايركشن. طيب انا عايز اعمل لهم بقى ستريس ترانسفورميشن عشان انا عايز اطلع الترانسفورمد ستريسز نورمال وشير، فهعمل ايه؟ هفترض ان انا قاطع بزاوية ثيتا بالشكل ده كده، تمام، الشكل اللي قدامي ده هعتبره ان هو مثلث، يعني الجزء اللي فايت ده هعتبره very small، الكروس سيكشن بتاع الستريس
علشان نسهل العملية ونوضحها أكتر، فخدنا إيه، اخترنا الـ direction اللي هو الـ x1 تمام، وحطينا فيه كل الـ forces اللي قدامنا دي. فعايزين نطبق الـ equation of equilibrium، وهنقول sigma force في اتجاه الـ x 1 equal 0، وهنعتبر الـ positive direction اللي احنا شايفينه قدامنا دوت فوق تمام. فهتلاقي عندك أول حاجة sigma x1 a نوت، دي في الـ positive direction فهي positive، الباقي كله هيبقى بالنيجاتيف، فعندي minus sigma xx a cosine theta، وعندي ناقص sigma yy a1 sin theta، sigma minus tau xy a sin theta، كلهم بالماينس تمام. وبحط ايه الفورسز اللي قدامي دي كلها، وكل دول بيساوي ايكوال ايه 0. طيب سبستيتيوت ان a اند a1 باي a نوت، اللي احنا طلعنا ايه الA والA1 بدلالة الA نوت، فهنعوض في الA والA1 بالA بالA نوت. لما نعوض هيطلع بالشكل ده كده تمام، وبالتالي بقى كل الA كل الكومبوننتس عندي فيها A نوت، فأقدر أشيلهم ديفايد باي A نوت، فما بقتش موجودة، فيظهر عندي بقى بوزيتيف سيجما X1 ماينس سيجما XX كوساين سكوير، الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دي تمام. اجيب السيجما X1 في طرف والباقي زي ما عملنا في الـ X1 direction، هنعمل نفس الكلام بالظبط في الـ Y1 direction. فزي ما احنا شايفين كده الـ shear stress اللي هو tau X1 Y1 A نوت، والباقي الـ forces دي اللي احنا محولينها stress مضروبة في الـ area، كل ده عشان نجيب ايه second transformed stress اللي هو tau X1 Y1 ماشي. فنقول برضو sigma force في اتجاه الـ Y1 equals 0، هنفترض ان البوزيتيف دايركشن اللي هو موجود فوق، وبعدين هنشوف بقى ايه الاتجاهات بتاعتنا والكومبوننتس بتاعت الفورسز بتاعتنا تمام. فعندي مثلا تو اكس 1 واي 1 اي نوت دي في اتجاه البوزيتيف، فهتبقى بلس تمام، سيجما اكس اكس اي ساين ثيتا في البوزيتيف دايركشن، سيجما واي واي اي 1 كوساين ثيتا في النيجاتيف دايركشن، وهنكمل المعادلة بالشير تاو اكس واي اي كوساين ثيتا وتاو اكس واي اي 1 ساين ثيتا. وبعدين هنعمل سبستيتيوشن في الاي والاي 1 باي اي نوت زي ما عملنا قبل كده في السلايد اللي فاتت، فهتطلع الايكويشن بالشكل ده كده، وهنقول ديفايد باي اي نوت كله، فيطلع عندي الايكويشن بالشكل ده كده. هنجيب التاو x1 y1 في طرف، والطرف التاني بقية الكومبوننتس بتاعتي، فهتطلع بالشكل ده كده. هنقول by applying algebraic and trigonometric substitutions نفس القصة، هيطلع باستخدام الساين رول والكوساين رول، برضو هتطلع تاو x1 y1 بتساوي الكلام دوت ماشي. فلو عندي مثلا مسألة زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي،
قايل ان السيجما اكس اكس نيجاتيف 10، طبعا نيجاتيف 10 دي يعني اللي هتعمل لي كومبريشن زي ما احنا شايفين كده في الصورة. لو قال لي السيجما واي واي بوزيتيف 12 تنشن، تاو اكس واي ايكوال نيجاتيف 7، فده الاتجاهات بتاعت الشير في النيجاتيف دايركشن. وقال لي اعمل هات لي الستريس ترانسفورميشن او ترانسفورمد ستريسز ات 40 ديجري. تمام، ال 40 ديجري دي بوزيتيف فهتبقى كاونتر كلوك وايز. طيب هحل الكلام ده ازاي؟ على طول بقى المره دي هعمل ايه؟ هطبق الايكويشن ترانسفورمد ستريسز ايكويشنز زي ما احنا شايفين كده. سيجما اكس 1 بيساوي الكلام ده، هنحط بقى ايه الثيتا ب 40 تمام، وهنحط قيمه السيجما اكس اكس والسيجما واي واي والتاو اكس واي، فهنطلع في الاخر بالسيجما اكس 1 ايكوال كذا، هنطلع برضو السيجما واي 1 ايكوالز كذا، واخيرا هنطلع تاو اكس 1 واي 1 ايكوال رقم معين برضو. تمام، هم دول الترانسفورمد ستريسز عند الثيتا ايكوال 40 ديجري. تمام، بص بقى لما عوضت المساله دي بالارقام طلع ايه؟ السيجما اكس 1 ايكوال نيجاتيف 7.8، طبعا ده كومبريشن، فهمسك الاستريس اليمنت بتاعي والفه بزاويه 40 ديجري بالشكل ده كده، واشيل السيجما اكس 1 واحط مكانها 7.8 كومبريشن، الاسهم داخله لجوه، والسيجما واي طلعت معايا بوزيتيف 9.8، فهشيل السيجما واي 1 واحط مكانها 9.8، والاسهم عامله تنشن على الايه الستريس اليمنت بتاعي. والتاو اكس 1 واي 1 طلعت نيجاتيف 12.05، فالنيجاتيف دي يبقى الايه ده في النيجاتيف دايركشن بالنسبه للشير بتاعي، احط نيجاتيف 12.08، والاسهم بتاعت الشير هتبقى عكس ايه البوزيتيف اللي احنا خدناها قبل كده في السلايدز اللي فاتت. تمام، طيب احنا عرفنا نطلع ترانسفورم ديستريسز والقيم بتاعتهم بالظبط. تمام، دلوقتي انا عايز اعمل لهم ديسبلاينج، عايز احطهم على مثلا الستريس اليمنت عشان يبقوا واضحين، احطهم على اي حاجه تانية. فالجزء الخامس ده هنتكلم فيه على displaying the effects of transformed stresses، ازاي نعمل لهم ايه displaying. فعندنا two common types of diagrams to express the effect of transformed stresses. ايه هما؟ اول طريقة اللي هي الستريس ويدج، وتاني طريقة اللي هي الروتيتد ستريس element. يبقى اول طريقة عندي اسمها الستريس ويدج، وتاني طريقة اللي هي الروتيتد ستريس اليمنت. بالنسبة لأول طريقة إن احنا نعمل ديسبلاي للترانسفورمد ستريسز اللي هو بطريقة الستريس ويدج، بنقول إن الستريس ويدج دي displays the current state of stress and the transformed normal and the shear stress on the rotated plane. يعني بتعمل representation لإيه السيجما اكس اكس والسيجما واي واي والتاو اكس واي. تمام؟ وكمان سيجما x1 والتاو x1 y1، ماشي الكلام. بنقول برضو ان هي ممكن بتعمل checks connection strengths on glue seams and welds، اي لحام او اي حاجه ملزوقه adhesive joint. بنقول ان هي easily to align the inclined plane of stress wedge to match the inclination angle of connection or fiber plane. لكن احنا بنقول ان الستريس ويدج دي only shows one transformed normal stress and one transformed shear stress at a time. يعني هي بتطلع لنا السيجما اكس اكس والواي واي والتاو اكس واي، وبتطلع لنا الترانسفورمد ستريسز اللي هي السيجما اكس 1 والتاو اكس 1 واي 1، لكن مش بتطلع لنا للاسف ايه السيجما واي 1 is not shown on the element. ودي اول ايه دروباك للطريقه اللي هي الستريس ويدج. بص مثلا هنا دي زي مساله كده بنعمل فيها ديسبلاينج للايه الترانسفورمد ستريسز بطريقه الستريس ويدج. فعندي الستريس اليمنت على الشمال اهو، وبيقول لي سيجما اكس اكس ايكوال نيجاتيف 10، سيجما واي واي بوزيتيف 12، التاو اكس واي نيجاتيف 7، والثيتا اللي عايز يعمل عندها ستريس ترانسفورميشن بوزيتيف 40
40 كاونتر كلوك وايز. تمام؟ فانا لما طلعت بالايكويشنز طلعت سيجما اكس 1 وسيجما واي 1 والتاو اكس 1 واي 1 زي ما احنا شايفين كده اللي مكتوبه باللون الازرق. تمام؟ عايز اعمل ريبريزنتيشن للكلام ده على ستريس ويدج، فهعمل مثلث زي كده وبحط عليه سيجما اكس اكس والسيجما واي واي والتاو اكس واي، اهم باينين قدامي، وباين قدامي كمان السيجما اكس 1 والتاو اكس 1 واي 1، لكن للاسف مش باين قدامي السيجما واي 1، مش بيتعمل لها ريبريزنتيشن بطريقه الستريس ويدج. تمام؟ طبعا ده اللور ستريس ويدج اللي هي الصوره اللي في النص، والصوره اللي على اليمين دي اللي هي الابر ستريس ويدج. ده ايه؟ عشان يبقى فيه ايكوليبريم. تمام؟ تاني طريقة قلنا عليها اللي هي Rotated Stress Element. بنقول ان الطريقة دي displays all transformed stresses at the same time on an element. يعني ممكن نعمل representation لـ sigma x1 والسيجما y1 اللي ما كانتش بتظهر في الـ في الـ wedge، لا بتظهر في Rotated Stress Element. وكمان بعمل representation للـ tau x1 y1. تمام؟ بنقول ان هي shows the states of stress on two mutual perpendicular planes very useful when calculating the principal stress values. مهمة جدا لما نيجي نحسب الـ principal stresses اللي هناخدها في السلايدز الجاية دي في المحاضرة دي ان شاء الله. المشكلة في الـ rotated stress element ان هي doesn't show the original state of stress information. يعني ما بقدرش اعمل displaying للسيجما xx والسيجما واي واي والتاو اكس واي، لا بحط كمان بيحط بس على الستريس اليمنت الاي ترانسفورمد ستريسز، لكن الاوريجينال ستيت اوف ستريس لا. فدي ايه؟ دروباك لطريقه الروتيتد ستريس اليمنت. زي ما شايفين قدامنا اهي برضو المساله اللي احنا كنا بنتكلم عليها في السلايدز اللي فاتت. جبنا هو مديني السيجما اكس اكس والواي واي والتاو اكس واي والثيتا اللي هعمل عندها ستريس ترانسفورميشن، وانا مطلع الترانسفورمد ستريسز اللي هي سيجما اكس 1 وسيجما واي 1 والتاو اكس 1 واي 1، بس عايز اعمل ايه؟ ديسبلاينج بطريقه الروتيتد ستريس اليمنت. فهمسك الاليمنت واعمل له ايه؟ الفه بوزيتيف 40، بوزيتيف 40 يعني 40 ديجري كاونتر كلوك وايز بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، وبحط بقى ايه قيمة السيجما x1 وقيمة السيجما y1 وتاو x1 y1، واخد بالي من البوستيف والنيجاتيف عشان احط الدايركشنز بتاعهم ايه مظبوط. فدي طريقة الروتيتد ستريس اليمنت. وفي السلايد قبل اللي فاتت اتكلمنا على طريقة ايه الويدج اليمنت. بعد ما عرفنا ازاي نعمل representation او displaying للtransformed stresses وخدنا ازاي بنحسبهم كمان، دلوقتي مهم جدا ان احنا ندخل في الجزء السادس اللي هو مهم جدا اللي هو كيفية حساب الـ principal stresses. وايه هي اساسا الـ principal stresses؟ To design a structural member to support a load, the design must be for the worst case. يعني لازم لما تيجي تصمم اي structure member عشان يستحمل load معين لازم تعمل design ايه for the worst case، لأسوأ case بالنسبة لك. يعني ايه؟ يعني maximum stress in an object تحسب عليه. طيب the maximum stress may not be oriented at the same angle as the original stress element. يعني مش لازم يكون the maximum stress ده زي ما بنعمل دايما يبقى perpendicular على cross section، لا ده ممكن يبقى oriented عند angle معينة. تمام؟ ولذلك فلازم نحسب ايه ال principal stresses must be calculated. طيب احنا عمالين نقول principal stresses، ايه هي ال principal stresses؟ ال principal stresses دي هي ال maximum and the minimum stress state for a given stress element. يعني هي ال maximum stress او ال minimum stress بالنسبة للستريس إليمنت، سواء بقى إذا كان ماكسيموم نورمال ستريس أو مينيموم نورمال ستريس أو ماكسيموم شير ستريس أو مينيموم شير ستريس. البرنسيبال ستريسز دي لما بنحسبها ليها استخدامات، أهم استخدام ليها إن هي used in failure criteria of materials but not all. يعني بتستخدم
في نظريات الانهيار للماتيريالز بس مش كل الماتيريالز. فعلى سبيل المثال الماكسيمم برينسيبال نورمال ستريسز از ا فيلير كرايتيريون از اونلي فاليد فور سيرتن ماتيريالز ساتش از سيراميكس. يعني عشان احسم الماكسيمم برينسيبال نورمال ستريس فده موجود للايه للسيراميكس بس، ده علشان اتنبأ بانهيار الماتيريال بتاعتي. لكن لو جيت اطبق نفس اللي هو الماكسيمم برينسيبال نورمال ستريسز دي على انها نظريه انهيار للميتالز فدي بتبقى نوت اكيوريت، نوت مش دقيقه. فيلير may not be the result of maximum stress but rather the interaction between all stresses on the element. برضو ساعات على سبيل المثال في الميتالز عشان دي مش دقيقه فممكن يكون الانهيار مش نتيجه الماكسيمم ستريس بس، لا ده ممكن يكون نتيجه الانتراكشن بين all stresses on the element. يعني كل الستريسز عاملين مع بعض كومباينيشن وايه بيعملوا فيلير في الماتيريال بتاعتي. عشان كده بنقول المبدا بتاع البرنسبل ستريسز ده بيطبق في بعض الماتيريالز وفي بعض الكيسز. طيب regardless of the type of material بعيدا بقى عن نوع الماتيريال اللي انا بستخدمها calculation of principal stresses and their angle is a fundamental skill. لازم ما دام انت خدت كورس في الميكانكس اوف ماتيريالز لازم تاخد في البرنسبل ستريسز ازاي تحسبها وانهي وبتاثر عند انهي زاويه، فدي اساسيه في اي كورس بتاع ميكانكس اوف ماتيريالز. طيب تعالوا الاول نحسب البرنسبل نورمال ستريسز. احنا قبل كده في المسائل اللي في السلايدز اللي فاتت كان في بنتكلم عن سيجما اكس اكس وسيجما واي واي وتاو اكس واي والثيتا زي ما احنا شايفين قدامنا على الشمال باللون الاحمر، وبرده حسبنا الترانسفورمد ستريسز اللي هي سيجما اكس 1 وسيجما واي 1 وتاو اكس 1 واي 1 زي ما احنا شايفين على ايدينا اليمين باللون الازرق. دلوقتي عايزين نحسب البرنسبل نورمال ستريسز. طيب البرنسبل نورمال ستريسز ليها قانون اهو، بنقول سيجما بي 1 وبي 2 بيساوي الكلام ده كله، لو تاخد بالك في النص فيه بوزيتيف ونيجاتيف. تمام ليه؟ لان البرنسبل نورمال ستريسز دي في منها ماكسيمم وفي منها مينيمم. تمام طيب تعالى نعوض في الارقام اللي موجوده قدامنا دي ونشوف هتطلع بكام. ادي اهو عوضنا بالارقام دي فطلع عندي 1 بوزيتيف ونيجاتيف 13.04 KSI. طبعا لما نيجي نفكها دي هتلاقي طلعت عندك رقم positive 14.04 وطلع رقم تاني negative 12.04. خدها كده قاعدة ان دايما الرقم الكبير هو ده maximum principal normal stress، الرقم الاصغر هو ده minimum principal normal stress، او لو كان عندي حاجه بوزيتيف وحاجه نيجاتيف فالبوزيتيف هو الماكسيمم برينسيبال نورمال ستريس والنيجاتيف هو المينيمم برينسيبال نورمال ستريس. خلي بالك البرينسيبال نورمال ستريسز دي امبورتنت وين وركينج ويز بريتل ماتيريال ساتش از كونكريت اور جلاس. مهم جدا البرينسيبال نورمال ستريسز دي لما بتكون بتتعامل مع materials brittle زي الخرسانة وزي الإزاز اللي هي cracked اللي هي بتشرخ if maximum principal stresses exceeds limits of material. لما maximum principal stress بيزيد عن الحدود بتاعت الماتيريال بتاعتي. فمثلا in concrete members this step may mean including reinforcing steel at the location and orientation of high stress. فالخطوة بتاعت البرنسبل نورمال ستريس دي مهمة جدا في الخرسانة مثلا على سبيل المثال، في ان ممكن عند location محدد وعند orientation في اتجاه معين بنحط reinforcing steel حديد تسليح علشان ايه يقاوم الماكسيمم ستريسز دي او الهاي ستريسز اللي موجوده. تمام طيب احنا السلايد اللي فاتت
حسبنا البرنسبال نورمال ستريسز وطلعنا منها الماكسيمم وطلعنا منها ايه المينيمم. عايزين نشوف الماكسيمم والمينيمم دول بيأثروا عند انهي زاويه، عند زاويه كام، هل مثلا بيربنديكولار ولا هل عن زاويه معينه. فهنطبق القانون اللي قدامنا ده اللي هو tan 2 ثيتا بي ايكوال 2 تاو اكس واي على سيجما اكس اكس ناقص سيجما واي واي. ماشي، بالارقام او بالفاليوز اللي احنا طلعناها قبل كده بتاعت الستيت اوف ستريس العاديه والترانسفورمد ستريسز اللي هي باللون الاحمر واللون الازرق، هنعوض في القانون ده، هيطلع عندنا tan 2 ثيتا بي 1 ايكوال بوزيتيف 16.23 ديجري. تمام، بوزيتيف دي معناها ايه؟ طبعا كاونتر كلوك وايز. ماشي، بس الانجل اللي هي طلعت دي احنا مش عارفين دي بتاعت المينيمم ولا بتاعت الماكسيمم نورمال ستريس. فبنقول is this the angle of maximum or minimum principal stress؟ دي بتاعت الماكسيمم ولا المينيمم؟ علشان نعرف دي بتاعت الماكسيمم ولا المينيمم لازم نعمل substitute with theta b1 in one of the normal transformation equations. يعني هنعوض بالثيتا اللي احنا طلعناها دي في مثلا الايكويشن بتاعت السيجما اكس 1 اللي هي الترانسفورمد ستريس في اتجاه الاكس 1. تمام، ادي المعادله اهي، هنعوض فيها بالثيتا بي 1 فهتطلع نيجاتيف 12.04. النيجاتيف 12.04 دي ده الرقم اللي هو كان بتاع المينيمم برنسبل نورمال ستريس او المينيمم نورمال ستريس. تمام، يبقى اذا الزاويه دي اللي هي 16.23 دي الزاويه بتاعه المينيمم ستريس. تمام، طيب لو انا عايز احسب الزاويه بتاعه اللي هي بيحصل عندها الماكسيمم ستريس، الاول بقول هنا يبقى الثيتا بي 1 فروم ذا اكس اكسس از ذا مينيمم برنسبل ستريس اورينتيشن، دي بتاعه المينيمم، وبنقيسها بدايه من الاكس اكسس كاونتر كلوك وايز وانت طالع. تمام، طيب احنا كده حسبنا الماكسيمم والمينيمم برنسبل نورمال ستريسز وعرفنا الاورينتيشن بتاع المينيمم. طب الماكسيمم الاورينتيشن بتاعه او الانجل بتاعته بيحصل عند انهي انجل؟ تمام، فبنقول دايما الماكسيمم اند المينيمم برنسبل ستريسز اوكر ات انجل اورينتد 90 ديجري ابارت. يعني دايما ما بين الماكسيمم والمينيمم برنسبل ستريسز بيبقى ايه 90 درجه. يعني لو طبقنا الكلام ده يبقى هنقول ثيتا بي 2 اللي بيحصل عندها الماكسيمم نورمال ستريس بيتساوي 90 + 16.23، يعني بوزيتيف 106.23 ديجري. البوزيتيف معناها ايه؟ كاونتر كلوك وايز. تمام، ما بينهم دايما 90، يعني احنا وصلنا مثلا لل 16.23 بنزود 90 عشان ايه؟ نوصل للماكسيمم نورمال ستريس. يبقى اذا الثيتا بي 2 ذات لايز اون واي اكسس is the maximum principal stress orientation. طيب لو انا بقى حبيت احسب الشير ستريسز اللي بتحصل عند الماكسيمم والمينيمم نورمال ستريس، ما هو طبعا ايه في نورمال ستريس عند ديجري معينه وفي مكان معين، صح؟ فعند المكان ده في ماكسيمم وفي مينيمم، فممكن ماكسيمم ومينيمم ايه نورمال ستريس، فممكن يبقى في شير ستريس، ممكن يبقى ليه قيمة وممكن ما يبقاش ليه قيمة، مش عارفين، لازم نحسبه. تمام، فما بنيجي نحسبه بنقول الشير ستريسز او الشير ستريس ذات اوكر ات ذا برنسبل اورينتيشن، بنطبق في الايكويشن بتاعت التاو اكس 1 واي 1 اللي هي ترانسفورمد ستريس في الشير، بنطبق ونعوض في الثيتا بي 1 بالايه؟ بالثيتا بتاعتنا. اما نيجي نحسب الكلام دوت ونعوض بالارقام اللي هي السيجما اكس اكس والسيجما واي واي والتاو اكس واي وبرده ترانسفورمد ستريسز، نلاقي التاو اكس 1 واي 1 ايكوالز 0. تمام، ده كمان لما نيجي نعوض ده ايه عند الثيتا بي 1 يعني عند المينيمم ستريس، لما نيجي نعوض تاني بالمعادله بس نحط مكانها ثيتا بي 2 اللي هي بلس 90 يعني. تمام،
نلاقي برضو التاو اكس 1 واي 1 عند الماكسيموم نورمال ستريس هنلاقيها برضو بزيرو. فخدها قاعدة، انت لو عندك اي ارقام تانية وجبت الماكسيموم نورمال ستريس والمينيموم نورمال ستريس، دايما لما تيجي تحسب عندهم الشير ستريسز قيمها قد ايه هتلاقيهم بزيرو. فدي خدها قاعدة. يبقى then no shear stress is present at the principal orientation for normal stresses. دي قاعدة، تمام؟ بنقول برضو at all other orientations، في أي اتجاه تاني الشير ستريس ممكن يبقى ليه value تاني، ممكن يكون positive وممكن يكون negative، تمام؟ لكن عند الماكسيموم نورمال ستريس والمينيموم نورمال ستريس الشير بزيرو. ده ايه؟ خلاص يعني خلصنا من القصة دي. بنقول at one special orientation shear stress has maximum value. برضو زي ما بنقول عند نقطة معينة في الماكسيموم نورمال ستريس والمينيموم نورمال ستريس وليهم والشير بتاعتهم بزيرو، فبرضو في مكان ما في الاستراكشر بتاعي الشير ستريس لماكسيموم فاليو. طب عنده بقى النورمال ستريس بكام؟ ده اللي هنعرفه للسلايدز الجاي. طيب ممكن اعمل تشيك على الكلام بتاعي ده مظبوط ولا لا. في حاجه اسمها النورمال ستريس انفاريانت رول اللي احنا شايفينه قدامنا تحت ده، بيقول ان السيجما اكس اكس بلس سيجما واي واي ايكوال سيجما اكس 1 بلس سيجما واي 1. ده لو انا عايز اعمل تشيك على الترانسفورميد ستريسز اللي انا طلعتهم، اجمعهم واشوفهم ايه، هل بيساوي السيجما اكس اكس زائد السيجما واي واي؟ لو ايكوال يبقى ايه الشغل بتاعي تمام، اللي هي الترانسفورميد ستريسز بتاعتي مظبوطه. بصوا هنا لو حبيت اعمل ريبريزنتيشن للبرنسبل نورمال ستريسز بتاعتي تمام، والريزلتس اللي انا طلعتها في السلايدز اللي فاتت عايز اعمل لها ريبريزنتيشن على او بطريقه الروتيتد ستريس اليمنت، فده الشكل اللي قدامي. الثيتا هي دي الترانسفورمد او الانكلايند بلين، يعني الاورينتيشن بتاعي بتاع السيجما بي 2. السيجما بي 2 دي اللي هي طلعت ايه المينيموم، وطلعت بالنيجاتيف عامله كومبريشن تمام، وقلنا الثيتا اللي بتحصل عندي دي بتحصل عند المينيموم فادي الثيتا. طب عايز احسب اللي عند الماكسيموم بزود عليها 90 درجه فنلاقي الثيتا زي ما باينه قدامنا كده تمام. طيب الماكسيموم اما حسبناها طلعت 14.04 طلعت بالبوزيتيف، فالاسهم طالعه عامله تنشن على الستريس اليمنت بتاعي تمام. والشير ستريسز لما حسبناهم لقيناهم ايكوال زيرو، وعشان كده الرسمه قدامي ما فيهاش اي شير ستريسز تمام. زي ما قلنا قبل كده ان في اماكن فيها الماكسيمم نورمال ستريس وفي مينيمم نورمال ستريس، والاماكن دي بيبقى عندها شير ستريسز بزيرو تمام. ففي اماكن تانية فيها قيمة معينة للنورمال ستريس وقيمة معينة للشير ستريس، مش هما ماكسيموم ومش بزيرو تمام. لكن في اماكن برضو عندها الشير ستريس بماكسيموم، دي اللي بنسميها البرنسبل شير ستريسز، وبرضو الاماكن اللي هي عندها الشير ستريس بمينيموم دي برضو بتشمل جوه البرنسبل شير ستريسز تمام. فبنقول ان البرنسبل شير ستريسز دي الماكسيمم اند المينيمم فاليوز اوف شير ستريس ذات كان اوكر ان ا جيفن بلين. البرنسبل شير ستريسز دي بتبقى امبورتنت ان اوبجكتس سبجكتد تو تورشن اند ارياز ساتش از ويبس اوف ميني بيندنج ممبرز. الويبس دي اللي هي البار تو كونكتس تو سترونجر اليمنتس اوف كروس سكشن تمام. عندي القانون بتاع البرنسبل شير ستريس زي ما احنا شايفينه كده قدامنا، ده في بوزيتيف ونيجاتيف فطبعا بيطلع قيمتين زي ما قلنا قبل كده. طبعا لو عوضنا بالسيجما اكس اكس وواي واي وتاو اكس واي والترانسفورمد ستريسز اللي هي موجوده على اليمين اللي لونها ازرق، لو عوضنا في القانون ده هتطلع لي قيمتين اهي بوزيتيف ونيجاتيف 13.04 تمام. طيب القيمة البوستيف هي دي الماكسيمم شير ستريس، والقيمة النيجاتيف هي دي المينيمم شير ستريس تمام؟
طيب انا عايز اعرف الاورينتيشن اللي او الزاويه اللي عندها الماكسيمم شير ستريس او المينيمم شير ستريس، تمام؟ فبطبق القانون ده tan 2 ثيتا اس بتساوي نيجاتيف سيجما اكس اكس ماينس سيجما واي واي على 2 تاو اكس واي. لو تاخد بالك اساسا القانون دوت الريسيبروكال بتاع التاني، يعني مش زي تان 2 سيتا بي، لا ده بالشقلوب، تمام؟ وفي كمان علامه ايه نيجاتيف بره. فهطبق الكلام دوت، هعوض فيه عشان اطلع ايه السيتا اللي بيحصل عندها الشير ستريس ماكسيمم او مينيمم. يعني تعالى نبص، ادي اهو هعوض، فطلعت عندي السيتا اس 1 ايكوالز نيجاتيف 28.76 ديجري، تمام؟ يبقى هي دي الزاويه. طبعا نيجاتيف هنا ده معناه ان الزاويه بتاعتي كلوك وايز مش كاونتر كلوك وايز، لا كلوك وايز، تمام؟ طيب الزاويه دي بقى is this the angle of the maximum or minimum principal stress؟ طبعا احنا برضو مش عارفين زي قبل كده، هل الزاويه دي بيحصل عندها الماكسيمم شير ولا المينيمم شير؟ مش عارفين. طب عشان نعرف نعمل ايه؟ هنقول substitute with theta s1 in the shear transformation equation اللي هي tau x1 y1 equal الكلام دوت، هنعوض فيها وهنشوف هتطلع ايه. طبعا طلعت لنا قدامنا اهو negative 13.04، دي اللي هي انهي؟ دي اللي هي المينيمم شير ستريس. يبقى الزاويه اللي انا طلعتها اللي هي negative 28.76 دي بيحصل عندها المينيمم شير ستريس مش الماكسيمم، تمام؟ فهقول ان الثيتا اس 1 from the x axis is the minimum principal stress orientation، تمام؟ طيب الثيتا اس 2 بقى اللي هي الزاويه اللي بيحصل عندها الماكسيمم شير ستريس، بنقول الثيتا اس 2 that lies on y axis is the maximum principal stress orientation. تعال نشوف هنطلعها ازاي. زي ما كنا بنعمل في النورمال ستريس الماكسيمم والمينيمم، كنا عشان نجيب الماكسيمم كنا بنزود على الزاويه 90 ديجري، نفس القصه هنا بالظبط، هنزود على الزاويه بتاعتنا 90 ديجري، بس خلي بالك ان الزاويه بتاعتنا هنا اساسا بالنيجاتيف، فهنعمل 19 - 28.76 فهتطلع 61.24 بوزيتيف. بوزيتيف دي يعني كاونتر كلوك وايز. بنقيسها منين؟ بنقيسها بداية من الـ X axis. طيب يبقى كده عرفنا الـ maximum shear stress والـ minimum shear stress، وعرفنا بيحصلوا عند زوايا ايه؟ ايه الزوايا بتاعت الـ maximum وايه الزوايا ايه اللي بيحصل عندها الـ minimum؟ ماشي؟ طيب ايه أخبار الـ normal stress؟ هل عند الـ maximum shear stress أو الـ principal shear stresses هل النورمال ستريس ده قيمته ايه؟ هل بيطلع بزيرو زي ما طلع قبل كده في البرنسيبال نورمال ستريسز الشير طلعت بزيرو؟ فدلوقتي بنتكلم على النورمال ستريس ذات اوكرز ات ذا برنسيبال اورينتيشنز. عشان نعرف بنطبق ايه الترانسفورمد ستريس في الاكس 1 دايركشن، زي ما احنا شايفين قدامنا كده لما جينا عوضنا بالحاجات اللي موجوده عندنا، تمام؟ طلعت النتيجه ببوزيتيف 1. طيب لما نيجي نطبق برضو في السيجما واي 1 نلاقي برضو الإجابة بوزيتيف 1. لو انت جربت بأرقام تانية غير اللي موجودة قدامنا بالأحمر وبالأزرق، تمام؟ فهتلاقي النورمال ستريس اللي بيحصل عند الماكسيمم شير ستريسز أو البرنسيبال الماكسيمم أو المينيمم اللي هي بتحصل يعني عند البرنسيبال شير ستريسز، دايما النورمال ستريس هتلاقيهم بيساووا بعض، تمام؟ يعني هنا طلع بوزيتيف 1 وبوزيتيف 1، ممكن يبقى في رقم تاني ورقم تاني، بس لازم في الاخر هيساووا بعض. فهناخدها قاعده، هنقول at the orientation of the principal shear stress the corresponding normal stresses along the x1 and y1 axes have the same value، تمام؟ at the orientation of the principal shear stress the corresponding normal stresses along the x1 and y1 axes have the same value، تمام؟ دي قاعده كده. طيب عشان نوضح القاعده دي هنقول ان ال principal shear stresses بيحصل عندها normal stresses شكلها عامل ازاي
هنقول بتساوي سيجما افريج. السيجما افريج دي هنقول ان هي بتساوي سيجما اكس 1 وبرضه بتساوي سيجما واي 1، تمام؟ والكلام ده بيساوي سيجما اكس اكس بلس سيجما واي واي اوفر 2. ماشي الكلام؟ فبقى بقينا عارفين عند البرنسبال شير ستريسز بيحصل ايه؟ بيحصل سيجما افريج بالنسبه للنورمال ستريس. السيجما افريج دي بتساوي ايه؟ سيجما اكس اكس بلس سيجما واي واي اوفر 2. بنقول هنا ان البرنسبال شير ستريسز اولويز اوكر ات انجل اوف بوزيتيف نيجاتيف 45 ديجري فروم ذا اورينتيشن اوف ذا برنسبال نورمال ستريسز. الجزئيه دي مهمه جدا. قبل كده قلنا ان البرنسبال نورمال الماكسيمم نورمال ستريس والمينيمم نورمال ستريس الزاويه ما بينهم بتبقى 90 درجه، وقلنا برضو ان الماكسيمم شير ستريس والمينيمم شير ستريس الزاويه ما بينهم برضو 90 درجه. لكن هنا احنا بنقول الزاويه ما بين البرنسبال شير ستريس والبرنسبال نورمال ستريس، يعني ما بين الماكسيمم شير والماكسيمم نورمال، الزاويه ما بينهم بوزيتيف نيجاتيف 45. الزاويه ما بين المينيمم نورمال والمينيمم شير برضو الزاويه ما بينهم ايه؟ بوزيتيف او نيجاتيف 45. ماشي الكلام؟ فمش عايزين نخلط الدب ده. كده نكون طلعنا كل قيم الايه الماكسيمم او البرنسبال شير ستريسز، تمام، وطلعنا الستريسز النورمال اللي موجوده عند البرنسبال شير ستريسز دي، وطلعنا الاورينتيشن انجل بتاعتهم، تمام. عايزين نعمل ريبريزنتيشن للكلام ده على روتيتد ستريس اليمنت زي ما شايفين كده في الصوره على ايدينا الشمال. احنا الثيتا اس 1 طلعناها بالنيجاتيف وقلنا ان هي لازم تلف كلوك وايز، فعملنا اهو ولفيناها كلوك وايز. طيب الزاويه دي بيحصل عندها ايه؟ بيحصل عندها المينيموم شير ستريس لو تفتكروا. طيب المينيموم شير ستريس دي بيحصل عندها ايه برضو؟ السيجما اللي طالعه لي هي سيجما افريج، او ممكن نحطها سيجما اكس 1 على حسب الدايركشن اللي قدامي اهو، تمام. طيب واما حسبنا الزاويه اللي بيحصل عندها الماكسيموم شير لقينا ايه؟ ان هي بوزيتيف، وطلعت بوزيتيف 61.24، فهتبقى ايه؟ كاونتر كلوك وايز. بنحسبها من ايه؟ بدايه من الاكس اكسس، تمام، زي ما احنا شايفين كده قدامنا. وبيحصل عندها السيجما واي 1 اللي هي دي الماكسيموم شير، بيحصل عندها السيجما واي 1 اللي هي السيجما افريج برضو، تمام. بعمل لها ريبريزنتيشن اهم، كل السيجمات طالعه بوزيتيف 1 فعامله تنشن على الستريس اليمنت، تمام. والشير اللي انا حسبته طلع بكام؟ نيجاتيف 13.04 زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طبعا ايه؟ ممكن يكون احنا عندنا بوزيتيف وعندنا نيجاتيف، مش احنا طلعنا قيمتين، قيمه للبوزيتيف وقيمه للنيجاتيف. طيب ازاي نعرف بقى الشير اللي موجود دوت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هنبص مثلا على الفيس، الفيس اللي هو الفيس اللي هو في اتجاه الاكس واحد مثلا، في شير ستريس على اليمين وفي شير ستريس على الليفت فيس، تمام. دول عاملين كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ عاملين كلوك وايز، يبقى نيجاتيف. يبقى دي اللي بيحصل عندها المينيمم شير ستريس، نيجاتيف 13.04. طيب الفيس اللي هو في الواي 1 دايركشن والمقابل ليه الناحيه الثانيه بيعملوا برضو كابل، تمام، بيعملوا كابل كاونتر كلوك وايز يعني بوزيتيف، يبقى دول اللي بيحصل عندهم الماكسيمم شير ستريس، تمام. الماكسيمم شير ستريس بيحصل عند على الفيس اللي هو بتاع الواي 1 وما يقابله الناحيه الثانيه عشان الاسهم ايه؟ كاونتر كلوك وايز. فهنقول ان هي بيحصل عندها بوزيتيف 13.04. ماشي الكلام؟ تمام. ده بيوضح لنا ازاي نحط الاسهمز بتاعت الاسهم بتاعت الشير انهي نيجاتيف وانهي بوزيتيف في انهي فيسز، تمام. سريعا جدا نقول شويه نوتس طلعنا بيهم من السلايدز اللي فاتوا دول. نقول ان الماكسيمم اند مينيمم شير ستريسز هاف ذا سيم ماجنيتيود بوت اوبوزيت ساين
and occur 90 degrees apart from each other. For plane stress, both of the shear stresses occur on the same principal shear stress element. The maximum occurs on one face and the minimum occurs on the other. A negative sign of minimum shear stress, ده معناه ايه؟ معناه it acts in clockwise rotation to help resist the counterclockwise rotation of maximum principal stress components. The principal normal stresses have no corresponding shear stress. بيساوي zero. الشير stresses عندها بتساوي zero. The principal shear stresses have corresponding normal stresses that are equal. بعد ما عرفنا ازاي نحسب الترانسفورمد ستريسز وعرفنا بعديها ازاي نحسب البرنسبال نورمال ستريسز ونحسب الماكسيمم شير ستريس او ماكسيمم ان بلين شير ستريسز كل الكلام دوت احنا بنطلعه باكويشنز. الاكويشنز دي بقى سواء تكون حافظها او لو انت اتخرجت مثلا وعارف القوانين دي او بتخش الجامعه من كتب ماشي، لكن في طريقة أسهل بكتير من الكلام دوت، هي طريقة إن إحنا نحل الكلام ده كله ونطلعه بإيه؟ بالجرافيكال ريبريزنتيشن. تعالوا نشوف مع بعض في الجزء السابع والأخير في المحاضرة دي، تعالوا نشوف more circle for plane stress. More circle for plane stress. طيب إيه هي more circle دي؟ بنقول إن Morris Circle is a graphical technique for quickly computing the stress at any orientation. ممكن أحسب بMorris Circle دي الـ stress عند أي orientation. بيبقى عندي أساساً أنا عارف الـ state of stress. يعني الـ state of stress بيبقى given both the normal and the shear stress on any two perpendicular planes. يعني انا ببقى عارف السيجما اكس اكس والسيجما واي واي والتاو اكس واي بناء على الكيس اللي قدامي او المساله اللي قدامي، تمام؟ وبناء عليه بستخدم مورس سيركل دي عشان احسب الايه اي ستريس عند اي اورينتيشن، تمام؟ فمورس سيركل ديترماينز اورينتيشن اوف ذا برينسيبال ستريسز without having to test the angle by plugging it into the transformation equation. بقدر اعرف البرنسبل ستريسز موجوده فين، قيمتها قد ايه، وموجوده في انهي اورينتيشن، من غير بقى ما اقعد اعوض في كل المعادلات اللي فاتت دي وخصوصا المعادلات بتاعه الترانسفورميشن. بس في حبه افتراضات او assumptions او requirements لازم اعرفها قبل ما ادخل احل بطريقه موريس سيركل. ايه هي؟ بنقول النورمال ستريس بلوت اون ذا هوريزونتال اكسس، بنحط النورمال ستريسز على الاكس اكسس او الهوريزونتال اكسس. التنشن از ميجرد تو ذا رايت، يعني التنشن بيبقى ناحيه اليمين. التنشن ده معناه ان هو بوزيتيف، يعني البوزيتيف ناحيه اليمين. والكومبريشن از ميجرد تو ذا ليفت، الكومبريشن او النيجاتيف بيبقى ناحيه الشمال. الشير ستريس بحطه على الواي اكسس، على ال vertical axis يعني، تمام؟ ال positive shear stress اللي هو ال counter clockwise plots on the lower half of the graph. لا، على عكس بقى كل الجرافات اللي شفتها قبل كده، لا، لما بنتكلم على ال shear stress اما بيبقى على ال y axis او ال vertical axis، ال positive shear بيبقى تحت مش فوق، والنيجاتيف بيبقى فوق، تمام؟ All angles measured from Morris circle are twice the real value. يعني لو انت معاك زاوية او angle معينة، الانجل دي عشان تدخلها Morris circle وتشوفها بكام لازم تضربها في اتنين، واي انجل انت بتاخدها من Morris circle وعايز تطلعها بره كرقم سيتا ايكوال كذا، فايه بتقسمها على اتنين. ده ايه؟ ده لازم تكون عارف الحاجات دي اساسية ان انت تشتغل بعد كده بMorris circle. طيب بعد ما عرفنا الـ requirements والـ assumptions اللازمين لرسم Morris circle، يلا بينا بقى دلوقتي في السلايد دي نرسم مع بعض Morris circle. أنا عندي كيس قدامي أهو زي اللي إحنا خدناها طول المحاضرة، سيجما إكس إكس إيكوال نيجاتيف 10، سيجما واي واي بوزيتيف 12، تاو إكس واي إيكوالز نيجاتيف 7،
وزي ما احنا شايفين الستريس اليمنت قدامي اهو، تمام، وحطيت عليه النورمال ستريسز والشير ستريسز. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي عشان نرسم مور سيركل؟ اول حاجه هنعملها ان نرسم اكس اكسس وواي اكسس زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب انا مرقمهم عندي هنا 15 ماكسيموم زي ما انتم شايفين. ليه؟ لان انت بتبص على سيجما اكس اكس والسيجما واي واي والتاو اكس واي، بتشوف الماكسيموم نمبر فيهم كام. انت عندك 12، طيب 12 دي يعني داخله ضمن ال 15؟ اه طبعا داخله، تمام. يعني لو عندي 10 اعرف اعمل لها ريبريزنتيشن على الرسم دي، اه، ولو عندي 7 هقدر برضو ارسم لها اعمل لها ريبريزنتيشن في الرسم ده، ايوه برضو، تمام. يبقى انا كده تمام، بس لازم اعرف ان الاكس اكسس والواي اكسس بتوعي دول على اليمين. الاكس اكسس ده بوزيتيف سيجما، يعني البوزيتيف نورمال ستريس، وعلى الشمال نيجاتيف سيجما. اما الشير فوق عندي نيجاتيف شير او نيجاتيف تاو، وتحت بيبقى بوزيتيف تاو. طبعا النيجاتيف تاو دي اللي هي كلوك وايز، والبوزيتيف تاو دي اللي هي كاونتر كلوك وايز، تمام. يعني ايه كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز؟ هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. عايز اعمل بقى ريبريزنتيشن للمساله بتاعتي دي على الرسم على الاكس اكسس والواي اكسس دول. هنعمل ايه؟ اول حاجه عايز احدد اول نقطه، اول نقطه سيجما اكس اكس وتاو اكس واي، عايز احددها فين. السيجما اكس اكس ايكوال نيجاتيف 10، يبقى همشي شمال نيجاتيف 10، والتاو اكس واي هعمل ايه؟ هي نيجاتيف 7 فهطلع فوق نيجاتيف 7، تمام. لو تاخد بالك ان السيجما اكس اكس اللي هي نيجاتيف 10، الفيسز دي مأثر عليها شير، الشير ده بيلف طبعا شير على الفيس واللي قصاده، الشير ده بيتلف ايه؟ كلوك وايز، وعشان كده هي طالعه ايه؟ بالنيجاتيف. واحنا قلنا بنعمل ريبريزنتيشن الجزء اللي فوق نيجاتيف تاو او كلوك وايز، يبقى كده مظبوط، تمام. طب تعالى بقى الكلام ده هيوضح في النقطه الثانيه. عايز احدد النقطه الثانيه اللي هي السيجما واي واي والتاو اكس واي. السيجما واي واي بوزيتيف 12، همشي يمين بوزيتيف 12. طيب وهعمل ايه؟ هطلع ولا هنزل؟ طب ما انا عندي تاو اكس واي ايكوال نيجاتيف 7، يعني المفروض اطلع. لا، لازم تاخد بالك من الشير على الفيسز شكلها عامل ازاي. لو جيت تبص على السيجما واي واي فهتلاقي التوب فيس والبوتوم فيس. التاو كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ كاونتر كلوك وايز، يبقى بوزيتيف. يبقى ايه؟ هنزل تحت عند البوزيتيف تي تاو او الايه كاونتر كلوك وايز عشان تبقى بوزيتيف. يبقى كده انا حددت نقطتين. طيب بعد ما حددت نقطتين اعمل ايه؟ اشد خط ما بينهم زي ما احنا شايفين كده. وبعد ما اشد خط ما بينهم اعمل ايه؟ اشد خط كمان كده. هو ده الخط او البلين او المستوى اللي اسمه اكس واي. ايه ده؟ ايه المستوى اللي هو الاكس واي ده؟ ده دي اللي هي الستيت اوف ستريس، ده الاصل بتاعي. يعني ده الستريس اليمنت اللي قدامي ده في الصوره فوق على اليمين، تمام، هو دوت بيعمل الريبرزنتيشن بتاعه اللي هو الخط ده، تمام. يعني عايز الف الستريس اليمنت ده يمين شويه او شمال شويه بزاويه معينه، يبقى هلف الخط ده يمين شويه او شمال شويه بزاويه معينه، تمام. طيب تعال نجيب السنتر بتاع الخط ده. والله عايز تجيبه بقى بالمسطره تقيس الخط دوت وتجيب السنتر، انت حر. يا اما بتقول ايه؟ سيجما اكس اكس زائد سيجما واي واي اوفر 2، برضه هيجيب لك السنتر بتاع الخط ده. والخط ده بيتقاطع مع الاكس اكسس اللي هو اللي احنا حاطين عليه، قصدي البوزيتيف سيجما والنيجاتيف سيجما اللي هو الخط بتاع السيجما بيتقاطع معاه. فالنقطه دي بالنسبه لي هي السنتر بوزيتيف 1 و 0. طيب بعد ما عرفت نص الميد بوينت بتاع الخط ده اعمل ايه؟ ارسم دايره. افتح البرجل بتاعي احط السنتر بتاعه في ده واعمل دايره بتمر بالنقطتين اللي انا حددتهم قبل كده، تمام. طيب بعد ما رسمت الدايره، رسمتها انا ليه بقى؟ بص الدايره دي هتطلع لك حاجات كتير اوتوماتيك. اول حاجه النقطه التقاطع السيركل دي مع السيجما اكسس، بص طلعت لي ايه؟ طلعت لي الماكسيمم
نورمال ستريس، والشير اللي عندها طبعا الشير احنا خدنا ان الماكسيمم نورمال ستريس الشير عنده بيبقى بزيرو، تمام؟ يبقى هي طلعت لي الماكسيمم نورمال ستريس على طول، اقيسها بالمسطره او اشوف هي عند كام، الاقيها حوالي بوزيتيف 14.04 والتاو بتاعتي بزيرو، تمام؟ طيب والناحيه الشمال، الناحيه الشمال هتلاقيها طلعت لي ايه؟ المينيمم نورمال ستريس زي ما احنا شايفين كده، والتاو عندها برضه بزيرو. يبقى انا بدل ما كنت بعوض في تو ايكويشنز وبوزيتيف ونيجاتيف والكلام ده، واخد الكبيره اعملها الماكسيمم والصغيره اعملها المينيمم، لا السيركل دي طلعت لي الماكسيمم والمينيمم على طول، تمام؟ طيب ايه تاني ممكن تطلعه لي السيركل دي؟ بص لو جيت من السنتر شديت خط زي ده فيرتيكال، الخط ده هيتقاطع مع السيركل بتاعتي في نقطه فوق ونقطه تحت. النقطه اللي فوق ده دي المينيمم شير ستريس، المينيمم شير ستريس دي بيحصل عندها سيجما افريج لو تفتكروا، تمام؟ المينيمم شير ستريس اقدر اطلعها على طول من دي برضو بالمسطره اقيسها تطلع نيجاتيف 13.04، والسيجما افريج هي عندي البوزيتيف 1، يبقى الكلام ده بياكد الايكويشنز اللي احنا عوضنا فيها قبل كده. طيب والنقطه اللي تحت تطلع لي الماكسيمم شير ستريس والسيجما افريج برضو اللي بتبقى موجوده عند الماكسيمم شير ستريس، فطالع عندي بوزيتيف 13.04. يبقى انا طلعت البرنسبال ستريسز كلها نورمال وشير بمجرد ان انا رسمت فقط ايه السيركل لي، تمام؟ طيب اعمل ايه تاني؟ عايز اجيب الزاويه بتاعه المينيمم والماكسيمم نورمال ستريس. بص الكلام، انت الخط الازرق ده اساسا اللي احنا قلنا عليه قبل كده ده الستيت اوف ستريس، ده الاصل، تمام؟ فهو عايز اجيب الـ 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 عايز اجيب الزاويه اللي موجوده عند المينيمم نورمال ستريس اللي هي موجوده عندي على الشمال دي، تمام؟ يبقى هجيب السلوب بتاع الخط ده كانه نزل على الاكس اكسس، اشوف الزاويه دي اللي هي 2 سيتا بي بكام. اجيبها ازاي بقى؟ احنا بنرسم فعايز يبقى الطول معاك، يبقى معاك منقله، يبقى معاك برجل، يبقى معاك مسطره. هتخلص الموضوع في منتهى البساطه، بدل لما ايه نطلع مثلث ونشوف الايه ساين الزاويه وكوساين الزاويه والكلام ده، لا تقيس على طول عشان ايه تخلص. فاحنا محتاجين نجيب ال2 سيتا بي دي، وخلي بالك ده دي 2 سيتا بي، يعني الايه لما تيجي تطلع السيتا بي بره المور سيركل لازم تقسمها على 2، لكن لو عايز تدخلها يبقى بتضربها في 2. فانت هتقيس الزاويه دي وتقسمها على 2 تبقى على طول دي السيتا بي، ده دي الاورينتيشن بتاع الايه المينيمم نورمال ستريس. طب لو انا عاوز الاورينتيشن بتاع الماكسيمم نورمال ستريس اعمل ايه؟ هضيف عليها 90 درجه. طبعا هنا ده في الايكويشنز، لكن اما اجي ادخل مور سيركل يبقى هضيف عليها 180 درجه، تمام؟ يبقى اقدر اجيب ايه الـ 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 الزاويه او الاورينتيشن عند الماكسيمم نورمال ستريس. حلو الكلام. طيب عايز اجيب الايه الاول، تعالى بص البديل انك تقعد تقيس بالمنقله الزاويه دي كام بالظبط وتطلعها، ان انت تاخد المثلث ده بقى وعندك اهو الجزء اللي تحت ده 11 والجزء اللي على الشمال ده 7 بناء على الرسم، والريديوس بتاعك ده اللي هو 13.04، تمام؟ وتقدر تحسب منه الزاويه كام، تمام طلعت 32.46 اللي انت ممكن تجيبها بالتقريب باستخدام ايه المنقله. طيب عايزين دلوقتي نجيب الزاويه اللي بيحصل عندها المينيمم شير والماكسيمم شير. بص المينيمم شير هي الزاويه دي 2 سيتا اس، باخد الخط ده والفه زي كأن ايه على الواي اكسس، طبعا ده هيبقى ايه كلوك وايز. لو تفتكروا قبل كده كنا مطلعين السيتا اس دي اساسا بالنيجاتيف كلوك وايز، فعشان كده انا مشيت كلوك وايز، اقيس الزاويه دي برده من المنقله يبقى انا طلعت على طول السيتا اس، يا اما اعمل برده مثلثات كده واطلع ايه السيتا اس على طول. يبقى انا كده عرفت ايه السيتا اس او الاورينتيشن عند المينيمم شير ستريس. عايز اجيب الاورينتيشن عند الماكسيمم شير يبقى بضيف عليها ايه
مش 90 زي في الايكويشنز، لا بضيف عليها 180 واشوف الايه السيتا اس عند الماكسيمم شير ستريس حصلت فين. ماشي الكلام؟ الموضوع سهل جدا. طيب في حاجة خطيرة بقى هنا، لو جي قال لي هات لي الترانسفورمد ستريسز عند زاوية معينة، زي ما جه قال لي قبل كده في المحاضرة دي في السلايدز اللي فاتت ان ايه، هات لي الاورينتيشن عند بوست 40 ديجري، هعمل ايه؟ قلنا الخط الازرق ده برضو هو الستيت اوف ستريس، هلف من عنده. طيب بوست 40 يعني كلوك وايز ولا ايه؟ كاونتر كلوك وايز. بوستيف يبقى كاونتر كلوك وايز، ماشي، يعني الخط ده هيلف كده تحت. طيب ايه تاني؟ 40 هو عايز 40، ما دام هندخلها مور سيركل تبقى 80، تبقى 80 درجه. تمام، يبقى المطلوب مني ان انا الف الخط ده 80 درجه. ممكن نعملها ايه؟ طبعا بالبرجل برضو بالمنقله، هنلف الخط ده 80 درجه. تعالوا نبص، ادي اهو لفيت الخط دوت 80 درجه وشديته زي ما احنا شايفين. خلي بالك ده اللي عنده الدايركشن اللي اسمه اكس واحد، واخدين بالكم؟ الجزء اللي فوق ده كان اكس، اما لفيته بقى اكس واحد، يعني مقابله الناحيه التانيه فوق على اليمين واي واحد. تمام، طيب لما لفيته كده طلع لي ايه؟ زاويه تانيه. الزاويه دي ممكن برضو اعمل مثلثات واخدها على جنب والكلام ده اهو، تمام، واخد ده كده احط الحاجات دي عليه واطلع الاكس واطلع الواي. الاكس والواي دول هيحددوا لي ايه؟ السيجما اكس 1 والتاو اكس 1 واي 1 اللي هي الترانسفورمد ستريسز. مع ان ببساطه اساسا بعد ما انا لفيت الخط ده تمام بقى موجود تحت ومتقاطع مع السيركل في نقطه، النقطه دي تطلع لي على طول السيجما اكس 1 والتاو اكس 1 واي 1. طب لو انا عايز السيجما واي 1 والتاو اكس 1 واي 1 دي مقابلها فوق على اليمين زي ما انت شايف، سيجما واي 1 تاو اكس 1 واي 1 على طول بمنتهى البساطه باستخدام ايه؟ المسطره المنقله والبرجل عشان ترسم السيركل فقط. واضح الكلام؟ برضو احنا في المحاضره دي قلنا حاجات مهمه جدا جدا جدا، بس دي كلها حاجات بيزكس. لو فتحت الكتب ممكن تلاقي حاجات ادفانسد عن كده، يعني هتلاقي حاجات بتتكلم على الان بلين ستريسز والاوت اوف بلين، هتتكلم على مثلا ثلاثه برينسيبال ستريسز او ثلاثه برينسيبال نورمال ستريسز، سيجما بي 1 سيجما بي 2 سيجما بي 3، اللي هي في حاله البلين ستريس احنا فرضين ان سيجما بي 3 ايكوال 0، فهتلاقي حاجات ادفانسد. فاحنا مش بنقول كل حاجه، بس بنقول حاجات بيزكس اساسيه لازم انت تكون عارفها بعد ما انت خدت الكورس ده عشان تبني عليها كل حاجه تقراها بعد كده، سواء بعد ما اتخرجت او اي او في اي كورس تاني، تبني عليها الحاجات اللي انت عرفتها قبل كده كبيزكس في الكورس ده. أتمنى تكونوا استفدتم من محاضرة النهاردة، وأشوفكم بإذن الله في محاضرات تانية على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.